كذلك نحفزوكم ونشجعوكم باش تخدموا حتى في اطار الشراكه مع مكاتب دراسات اجانب اللي يقدر يكون عنده علاقه نشجعوه، وكذلك باش نطوروا يعني الكفاءه الوطنيه من خلال الخبره الاجنبيه. فاننا سندفع خلال سنه 2016 ان شاء الله باكثر من 3000 مشروع جديد. وهذا راح يساهم، هذا العمل وهذا الاستثمار راح يساهم برفع نسبة تمثيل قطاع السياحة في الناتج الداخلي الخام لو بي بي، راح يسمح هذا برفع الناتج الداخلي الخام للسياحة من 2% إلى على الأقل 10%.